طفرة نوعية أصلاً، شاب يجلس مجلس الوزراء ويشارك بالأفكار ويشارك بالأفكار ومقترحاته موجودة، والآن تم إعداد لجنة لدراسة هذه المقترحات، ومن ثم الأخوة السادة الوزراء ضافوا على مقترحاتهم، وسوف تناقش إن شاء الله بالكينونة القانونية المكتملة يوم الثلاثاء بهذه الجلسة وإقرارها. هو خو بالضمني مبدئياً كل المقترحات مقبولة، ولكن تحتاج إلى كيفية قانونية، أن تكيف قانونية بشكل مكتمل، ومن ثم تعرض على مجلس رئاسة الوزراء يوم الثلاثاء إن شاء الله.